انت يا امين ما تفرجش الناس هنا يا امين. امين 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 هد السرعه شويه يا امين تموتنا. النبي يا امين يا امين يا امين يا امين حرام عليك يا امين هنموت. انت اتجننت اتجننت يا امين. ايه عاوز تنتحر؟ ما انت ما عندكش حاجه تخاف عليها. حرام عليك انت يا شيخ ارحميني. انت ليه بتذل فيا؟ كل ده عشان ما تخلفش ولا ما عنديش فلوس زي الزفت اللي انت كنت بتتنلقي معاه؟ انت اتجننت يا امين؟ ازاي تفكر فيها كده؟ ايه هي دي اخرتها؟ وصلت بيك السفاله انك تتهمني في اخلاقي؟ عندك حق ده اكيد ما كنتش شايفه نفسك كويس. انت مبهوره بيه قد ايه؟ يعني ما كنتش شايفه نفسك كويس وانت معجبه بكل كلمه بيقولها. انت بتبصي لي طيب بتقولي لي افهم يا حمار كأنك بتقولي لي شوف الرجالة بتعمل ايه. انت فاشل اكيد طبعا اكيد ما كنتش متابع نفسك كويس صح؟ كنتش متابع نفسي كنت ماسكة سكينة تلمع سكينة تلمع بتطحني بيها بعينيكي. كل كلمة كان بيقولها كأنك بتعينيني إنها مش موجودة فيا. الإحساس ده عارفة اسمه ايه؟ احساس بالعجز. احساس انه عجز. احساس الراجل انه يبقى مش بلاقي الست بتاعته اللي بتنام جنبه كل يوم في السرير. طلقني يا امين انا ما اقدرش اعيش مع حد بيشك في اخلاقي ما عندوش ثقه في نفسه. انا عندي بابا ورقه طلاقي توصلني هناك.